قصر اليونسكو هو وجه من وجوه الحضارة بمدينة بيروت. على المستوى الثقافي يمكن هو المكان الوحيد اللي بيقدم صورة ثقافية عن مدينة بيروت، عن المجتمع اللبناني، لأنه بيستقبل كل أنواع الفنون تقريبا، لأنه حاليا يحضن بيروت عاصمة للكتاب، كذلك الأمر بيحتضن الألعاب الفرنكوفونية. اجتماعيا يمكن هو المكان الوحيد الذي بقي في لبنان انه بيجمع الشعب اللبناني بكل انتماءاته السياسيه، هو ملتقى للفكر، هو ملتقى للحوار، وهذا شيء كثير اساسي وكثير ضروري، عم بيقوم بدور كثير مهم في هذه الظروف اللي عم بمر فيها بلدنا للاسف الشديد. قصر اليونسكو هو ضرورة مدينية، ضرورة حضارية، أعتقد أنه لازم يكون في له أمثلة كثيرة على كل المستويات وفي كل المناطق اللبنانية. لازم يصير في اهتمام أكثر بكثير لحتى يكون كما هو مثال على هذا الدور، ليقوم بدور هذا الدور الحضاري، الدور الثقافي، دور الحوار، ويقدم هذه الصورة الحقيقية للمجتمع اللبناني المتميز بالإبداع، بالتسامح، بالفن، وبالتالي نكون كما ينبغي أن نكون ونقدم الصورة الحقيقية كشعب حضاري. هذا المكان اللي أنا قاعد فيه هلا ياما مرق علي رؤساء جمهوريات محليين لبنانيين عرب أجانب، ياما مرق علي وزراء ونواب وسفراء، لأنه هذا المكان الأول، الصف الأول في قصر اليونسكو. كل هالرؤساء وكل هالسفراء وكل هالوزراء والنواب اللي إجوا وقعدوا بهذا المكان كانوا مشان يشوفوا الشغلات الحضارية اللي عم بتتم قدامهم على المسرح، لأنه هذا المكان مش بس مرق عليه هول السفراء والنواب والوزراء والرؤساء، مرق عليه فنانين كبار، مرق عليه شغلات ثقافية كبيرة، مرق عليه حضارات من كل الدول ومن كل العالم. لذلك هذا المكان هو واحة إذا بدك ضمن هذا الوطن، واحة ضمن هذا الوطن الكبير اللي هو العالم. أنا بعتبر هذا المكان اللي هو قصر اليونسكو واحة ضمن هذا الكون اللي فيه القتل واللي فيه الدمار واللي فيه الخراب. هذا الفكر الوحيد المسالم في هذا العالم والذي يجب أن نسير على خطاه. نعم بدوي، يعني بدوي بدك دغري أنت يتبادر لذهنك أنك راكب على حصان تتنقل من واحة إلى واحة. فالتطور الحضاري جعل الجمل سيارة، بدل الحصان والجمل صار سيارة. فبنجي على هذه الواحة التي نتنفس بها الهواء والأكسجين وغيره. فبيجي بسيارتي لهذه الواحة لأتنشق الهواء والأكسجين والحرية. هذا المكان مفتوح للجميع، مش بالوطن بس، بالكون كله، من الصين لليابان لأمريكا لأوروبا للشرق الأقصى للشرق الأوسط، كل الكون اجتمع في هذا المكان وقدم ما عنده من حضارة ومن ثقافة. انبنى على أثر مؤتمر السلام بال 47 48 تأسس مشان مؤتمر السلام الأول بالشرق، فكان قصر اليونسكو واليونسكو بنته. نحن بنقول حوار الثقافات طريق للسلام، فكل ثقافات العالم وجدت على هذه بهذا المكان، إن كان على صعيد الموسيقى أو المسرح أو المعرض على الرسم التشكيلي، الفن التشكيلي، المؤتمرات كلها انوجدت في هذا القصر وفي هذا المكان بالذات. هذا المكان هو المتحف الثقافي والإرث الثقافي العميق لهذا الوطن، وسوف يبقى إن شاء الله. أصل اليونسكو فضيلته كصرح ثقافي أنه أنشئ مع استقلال لبنان، هذه الدولة اللي اسمها لبنان، كأنه بيريدوا اللي يعني أنشأوا حتى يقولوا أنه لبنان كدولة مبرر وجوده هو هذا التلاكي الثقافي بين الثقافات والحضارات المحلية والعربية والعالمية. وحتى الآن فينا نقول أنه بعد هذه القيمة هي مبرر وجود لبنان كمكان لتلاقي الثقافات والقيم. الجنوب شمخ به رأسا رضا كان لبنان إذا كان الجنوب.